اهلا بيكم، انا النهارده معاكم عشان خاطر اساعدك ازاي تعمل تشيب ان رمضان. والنهارده التمرين اللي معانا اسمها دمبل فلايز. دمبل فلايز دي بيتقال عليها في الجيمات بتبقى تفتيح بالدمبل، ودي بتتلعب ان احنا بننام على الارض وبنجيب دمبلين، ولو في البيت بيبقى دمبلين او ازازتين ميه، وبننام على الارض وبفتح ايدي لغايه الاخر وبقفلها لغايه الاخر. ودي بنتمرنها 4 مجاميع في 15 عده، ودي بتساعدك انك تتخلص من نسبه الدهون اللي موجوده حوالين الصدر، ولو فضلت مواظب عليها طول فتره شهر رمضان هتساعدك تبقى تشيب ان رمضان. نصايح عشان ازود معدل حرق بتاعي في رمضان. لو انت خايف انك تزيد في رمضان عشان معدل الحرق بيقل بسبب الصيام الكتير، فدي شويه نصايح تساعدك انك تزود معدل الحرق. حاول تتمشى كتير على مدار اليوم سواء قبل الفطار او بعد الفطار، ده هيساعدك انك تزود معدل الحرق في جسمك. كتر من البروتين في الوجبتين سواء الفطار او السحور. حاول تتمشى شويه بعد الاكل، لو انت اكلت حاجه دسمه شويه اشرب سوائل كويس، اتمرن كويس، هتلاقي النتيجه كويسه عشان نشيب ان في رمضان.